واتس اب فوكس ويا حلوين، راجع لكم اليوم ملك ميامي تبع العقارات. اختارها اليوم عشان احكي لكم في قصة حياتي. انا شايف ناس موسعة ذمتها وزيادة في قصتي، هذا معاشش في عمان، هذا عمل هيك، هذا ابو هيك. انا شايف الناس جايت ينهم الف قصة حياتي من عندها. anyways انا اليوم اخترتها اليوم احكي لكم في قصة حياتي بالتفصيل، وخدها واعمل فيها اللي بدك اياه. يعني راح اشرح لكم شو صار من تفاصيل بتفاصيل حياتي، وان شاء الله تكون هاي قصة تحمسكم تعملوا اكثر في حياتكم وتوصلوا لاشي بدكم اياه، مش تاخذوها بطريقه وتعمل لي منها اشي سلبي زي ما عملته باخر فيديوهين. ركز معي او ركزي معي. اوكي، هاي قصة حياتي. في 2010 انا طلعت من عمان، اجيت بهاي السنة على امريكا. 28/8/2010 انا اجيت على امريكا. اوكي، بلشت في ولاية جورجيا كبياع سيارات بالنهار وصفيف سيارات بالليل. يعني اشتغلت فالي بصفيف سيارات بالليل، يعني بين هالشغلتين اضطريت اجيب شغل ليل وشغل بنهار عشان اوفق على مصاريفي واقدر اساعد اهلي وين بقدر. اوكي، هذا الشغل يعني بين هالشغلتين كنت اشتغلهم 6 ايام بالاسبوع، مرات 7 ايام، يعني طول الاسبوع شغال، ما كان في عطله وفيكيشن. وهذا لما تكون الامور عند البني ادم تعبانه ما بتطلعش على هاي الامور، بس بدك شغل، بدك تترزق عشان تعمل إشي لمستقبلك. أوكي، يعني حاولت أجرب شغلات وأنا بشتغل في هالشغلتين، يعني على الجنب أعمل فيهم مصاري، ما زبطوا معي. بس لأنه الإشي الأساسي اللي ضل معي اللي هم بيع السيارات وصف سيارات بالليل. عملت هالإشي من 2010 لل 2015. هسا بقدر أحكي لك شو فرق معي بال 2015 وأنا بشتغل ببزنس السيارات. صاحب المعرض، يعني صاحب معرض السيارات، صاحبه اجى قال لي اسمع هاي فيديو لهالزلمة، احضر هالفيديو تبعه بعلمك تصير اشطر في بيع السيارات، واذا صرت اشطر في بيع السيارات هيك انت بتقدر تصير تعمل مصاري اكثر في هالشغل بدل ما تضلك زي ما انت. اوكي، لما اخذت هالفيديو فتحت هالفيديو لهالبني ادم اللي بيعلم الناس كيف يصير يبيعوا احسن، انا يعني من جوا يعني حسيت يعني كنت متحمس متحفز، وصرت أتعلم أينه أكتر عن كيف أبيع سيارات، وصرت أبيع سيارات أكتر شوي شوي، مش إنه هالفرق الخرافي بس تحسنت في بيع السيارات. المهم اللي فرق معي ب 2015 هذا الزلم اللي صرت أتعلم منه الشغلات اللي بعلمها على الناس كيف يبيعوا، عايش في مدينة ميامي واللي هي ولاية فلوريدا. اوكي، هذا الزلمه شغله هون وشركته هون. فانا قررت يعني وانا عم بقرب ل 2015 يعني ب 2014 صرت احكي بتعرف شو، يعني هذا الزلمه مثلا عنده طياره خاصه وعنده اشياء كثير بحياته عاملها، انا بدي اعملها. فانا قلت لازم اقنع الناس هاي تشغلني عندهم لو شو ما صار. كيف انا صفيت في ميامي انا بحكي لك. رحت عند صاحب المعرض قلت له عمي هاي استقالتي وشغل سيارات بالليل، يعني هذا صف السيارات بالليل، حكيت لهم هذا آخر شيفت اللي راح أشتغله، وأنا ليلة راس السنة ب 2015 نازل فيها على مدينة ميامي. لما رنيت على الناس هدول اللي أنا إذا رحت بدي أشتغل عندهم هون في مدينة ميامي، قلت لهم بدي أشتغل عندكم هيك هيك هيك، صار يحكوا لي الإنجليزي تبعك ضعيف جدا وما بنقدر نشغلك لأنه الإنجليزي ضعيف، وإحنا كل اللي بنعمله هو مبيعات على التليفون، يعني كل شغلنا على التليفون، نبيع على التليفون كل شيء على التليفون، وانت الانجليزي ضعيف ما بتقدر نشغلك. انا ما استوعبت هذا الحكي، يعني مستحيل عشان الانجليزي تبعي مش قوي كتير ما بتقدروا تشغلوني عندكم. اوكي، رحت عند صاحب المعرض قدمت استقالتي وشغل صف السيارات، قدمت استقالتي وهم حاكيني ما راح نشغلك. ضبيت سيارتي، كان معي سياره صغيره 2007 هوندا فيت، تقدر تعملها جوجل هالقد السيارة، يعني أنا كنت هالقد بالسيارة. أوكي، المهم ضبطت أوعيب هاي السيارة ومسكتها ونزلت فيها إيش على مدينة ميامي، طبعا السواقة طبعا. أوكي، اجيت على ميامي، لما كنت واصل على ميامي كنت مجهز بدلة حاططها ورا بالسيارة إنه بس أوصل هناك أصف عن قبال جيم جوا جيم وأروح أغير ألبس البدلة وأروح فيها إيش عندهم أحكي لهم هيني أنا جيتكم شخصيا أحاول أخذ فرصة تانية إن أجيب شغل عند هذا البني آدم. هذا البني آدم ما جاش هذا اليوم على المكتب. أوكي، سو لما أنا وصلت على المكتب كانت مديرة المكتب هناك. أول ما أنا دخل أنا بستناهم من 7 الصبح، كانوا هم بلش يجوا على 8 الصبح. أول ما دخلت تحكي لي مش أنت جلال؟ بحكي لها آه. بتحكي لي مش حكينا لك مش حنشغلك؟ قلت لها آه. تحكي لي شو عم تعمل هون؟ قلت لها اسمع علي، يعني انت سكتي من بيتك لهون
ويعني مقتنعه ما بدك تشغليني. انا سكتت من مدينه جورجيا لمدينه من ولايه جورجيا لولايه فلوريدا يعني يوم كامل سواقه، يعني نص يوم سواقه، عشان انا مقتنع انه انا لازم اشتغل عندكم. اسمعيني لولا مره ثانيه. المهم من هالحكي يعني ضليت عندهم، عملت مقابله يعني انه بالحقيقه وجبت الشغل، مع انه حكوا لي ما راح نشغلك، اشتغلت عند هاي العالم. المهم او ماي جاد، يعني هذا اخذني شغل كثير لاوصل له. بعدين ب 2015 لما بلشت شغل عندهم يا دوب اشتغلت 3 اشهر، بعدين طلعت من هذا الشغل، او بالاحرى انطردت من هذا الشغل بعد 3 اشهر يا دوب. لما طلعت من الشركه هاي، انطردت من الشركه هاي بعد 3 اشهر، انا ما كنتش عارف شو اعمل في حياتي. صرت افكر ارجع على جورجيا ولا شو اعمل، ولا اضل هون بعرفش حدا، ولا هناك بعرف حدا، بس كونت معارف يعني وانا عايش هناك الخمس سنين صح. فحكيت مش عارف شو اعمل في حياتي. المهم اخذتني يومين وانا هيك بعيط منكس شو بدك تحكيها، يعني فيش ثقه بالنفس. يومين والله العظيم بتخت بالبيت، يعني ما عملت اي شيء غير انه بس قاعد هيك يعني صافن في حالي. بعد يومين يعني انا كنت يعني صرت افكر بافكار كانت عندي اياها قبل ما نزلت على مدينه ميامي، واللي هو شغل العقارات، لانه صاحب المعرض اللي كنت اشتغل عنده بجورجيا كان يتملك كثير عقارات وكان يحكي لي كثير عن شغل العقارات احسن شغل. ضلت هاي الشغله براسي. سو ب 2015 هون لما انطردت يعني قول بشهر 3 قلت والله لأجيب رخصتي وأحاول أشتغل كسمسار عقارات هنا في ميامي. رحت جبت الرخصة، انرسبت بالامتحان 7 مرات يعني نجحت بالمرة الثامنة. أوكي يا زلمة ريقي نشف وأنا بحكي. المهم رسبت بالامتحان 7 مرات نجحت بالمرة الثامنة، لحد لدرجة اللي كانوا بيشتغلوا هناك وين رحت أخذ الامتحان وقعت راحت. وين كنت اروح اخذ الامتحان كان يحكوا لي يا عمي جرب رخصه ثانيه، جيب رخصه بيع تامين ولا اشتغل شغله ثانيه، يمكن العقارات مش الي. قلت لهم الي. المهم المره الثامنه نجحت. هلا صارت معي ايش؟ رخصه العقارات، فاهمين؟ من جورجيا بيع سيارات صف سيارات، تركنا اجيت على ميامي طردت من الشغل جبت رخصه العقارات، فاهمين؟ ماشيين معي؟ اوكي. جبت رخصة العقارات هون، كنا هيك صرنا هلا هيك احنا صرنا بشهر 5/2015. هلا بشغل العقارات كسمسار في اي بلد وخصوصا مثلا بتقدر تحكي بالاردن او بامريكا، شغل العقارات ما فيه رواتب، يعني بعت شغله بتقبض عموله، اجرت شقه بيت بتقبض عموله، غير هيك ما بتعمل مصاري. اوكي. المهم انا دخلت في هالشغله واخذتني لحد 8 اشهر لجبت اول بيعه. هون انا حقصه حياتي عن جد بلشت معي هيك، أنا هون بلشت اتغير من جوا. اوكي. لانه بالأشهر هاي اللي أنا ما جبت فيها مصاري ومستني أعمل بيعة وقاعد بتعلم وأبصر شو عشان أوصل، اضطريت أصير أنام في سيارتي، نمت في سيارتي عن جد. يعني الثمان أشهر هدول أول شهر 7 أشهر ضليتهم في أول شهر لأنه كنت دافع حقه، ضليته ما ضل مع مصاري. بعدها قلت للي كنت المكان اللي كنت مستأجر فيه تخت أنام فيه، قلت له ما معي أدفع، فضليت أنام بسيارتي. ضبطت أوعي كمان مرة، حطيتهم بهالهوندا هاي الصغيرة وصرت أنام في سيارتي وأستنى اليوم اللي أروح أعمل في بيعة. وهالأشهر هاي اللي مرت يعني والله كانت صعبة، أقسم بالله العظيم إني بتذكر الأيام إنه عشان أوكل كنت أستنى إنه اللي كانوا بيشتغلوا عندنا بالمكتب ينسوا، لأنه عنده كان في قانون بالمكتب إذا بتنسى أكلك بالليل بالثلاجة بثلاجة المكتب هذا الأكل بنكب. فشو صرت اعمل انه قبل ما تيجي المره اللي تنظف المكتب قبل ولما تناسى يتروح يتركوا اكل بالثلاجه اخذ الاكل هذا الاكل اللي انا كنت اكله. والله العظيم والله شاهد علي على هالحكي، هيك كنت انا ممشي اموري لحد ما جبت اول بيعه. اول بيعه طبعا هالحكي 8 اشهر وكنت اصف السياره، بتذكر لليوم اللي ورا الكاميرا بقول لي استعجل طول الفيديو، والله لا احكي I'm gonna keep going. So what's happened is أنا صرت أصف سيارتي تحت هالجسر اللي جنب العمارة اللي فيها المكتب اللي كنت أشتغل فيها. كل يوم أطلع أضبط حالي في القميص ورا السيارة، أقسم بالله العظيم وأنا أضبط حالي كل يوم عشان أفوت على المكتب أشتغل. طبعا الواحد كان مرات يحس بضعف شخصية أو إنه يصير رينا وبده يعمل حاله كضحية لنفسه، تعمل تلعب دور الضحية لنفسك لما تكون عم تمر بأمور صعبة
وهذا الإشي طبيعي، بس بكنت دائماً إنه أنا أتحدى هاي الأفكار اللي كانت تجيني، ولما كنت أتحدى هاي المشاعر اللي كانت تجيني إنه أنا حسيت حالي ضحية، ليش بصير معي هيك يا الله، وأنا شو عملت ليصير معي هيك، والله إن أنا يعني هاي الأمور كلها، يعني هاي المشاعر كلها كلياتنا منحسها لما نوقع يعني في يوم صعب. أوكي، أنا تحديت المشاعر هاي كلها ومشت هالأيام وجبت أول بيعة. أول بيعة جبتها بالعقارات كانت بالضبط عملت فيها زي 1500 دولار. كان أهلي محتاجين شوية مصاري، بعت لهم منهم يا دوب ضل معي كم 100 دولار. هال100 دولار اللي عملته فيهم، اللي أنا بعتبره حاليا أنا هسه فاهم هذا الحكي، هذا سر السعادة. رحت على محل ماكدونالدز ورحت جبت هاي السندويشات اللي ببيعوها بدولار، هاي أرخص واحدة عندهم. وشو ضل معي مصاري؟ دفعت فاتورة تليفوني عشان التليفون كنت أستخدمه للشغل. وشو ضل مصاري؟ اشتريت فيه الهمبرجرات هدول اللي كل واحد بدينار من محل ماكدونالدز، and أخذتهم ورحت وزعتهم على الناس الهومليس اللي كانوا يناموا بالشارع جنب المكان اللي أنا كنت أصف فيه سيارتي. والله العظيم لما كنت أعطيهم السندويشات أحس حالي، يعني حسيت حالي بهذاك اليوم إنه أنا ملك، يعني مش طبيعي اللي أنا عملته، حسيت هيك إن أنا إشي كبير. وكل يوم الصبح لما كنت أصحى وأحط القميص على حالي وألبس وهذا، ويعني من وراء الدب أفتح دب السيارة أطول القميص ألبس، كل يوم أحكي لحالي هالكم شغلة، أنا رح أصير ملياردير، أنا رح أصير هيك، أنا رح أصير أكبر مستثمر عقارات بأمريكا، أنا رح أصير أكبر مستثمر عقارات بالأردن، يعني هيك أو أفيح حالي، يعني ما أخلص لبسة هالقميص وهذا وأنا أحكي هالأشياء لحالي إلا أحس بطاقة مش طبيعية يا زلمي، أحس إنه أنا يعني رح أسفح اليوم. كل يوم كنت أعمل أحكي مع حالي هيك عشان أقوي من حالي من شخصيتي، لأنه ما بنفع أكون بشغل المبيعات وتكون شخصيتي ضعيفة، ما بنفع، لازم أقوي من شخصيتي. وكانت عندي العادات هاي اللي بتحاول اللي بتساعدني أقوي شخصيتي، لما فوت على المكتب أحكي هاي الشغلات لحالي وأنا ماشي للمكتب، وأنا بلبس أوصل على المكتب أجيب ورقة وقلم أكتب أهدافي. كل يوم الصبح أكتب أهدافي، كل يوم بالليل قبل ما أنام أكتب أهدافي على ورقة. كنت دائما أخلي دفتر معي أكتب عليه أهدافي بالصبح وبالليل، ومن أيامها لليوم بنام بكير وبصحى بكير، يا دوب 4:30 5 الصبح بالكتير بكون صاحي وببلش يومي. وهاي الشغلات أنا كنت أعملها من يوم ما أيامي كانت صعبة لليوم. المهم 8 أشهر عملت أول بيعة، المصاري ما ضلش منها إشي، فهمتك شو صار بعديها؟ في كم يوم عملت كمان بيعة اللي عملت من وراها مبلغ أكبر، هذا المبلغ طلعني من نومة السيارة، جبت غرفة أنام فيها، استأجرت غرفة في بيت أنام فيها، وبلشت هون الأمور تتعدل. ومن بيعة لبيعة حوشت مصارية، جبت أول استثمار عقاري اللي هو بيت صغير صلحته بعته، بعدين كان في أرباح صلحت بيت تاني بعته، بيت ثالث، وهيك ضليت على هذا الموضوع. لا اشتريت، بلشت ادخل في مجال العمارات. اوكي، يعني بطلنا نشتري بيوت، ضليت اشتري بيوت بس صرت ايش هلا برضو داخل بمجال العمارات. بطلت اشتغل هون، بطلت اشتغل كسمسار، يعني قول 2017 نصها بطلت اشتغل كسمسار وصرت مركز اكون مستثمر 100%. بعدين دخلنا في بزنس العمارات، ومن عمارة صغيرة لعمارة أكبر لعمارة أكبر الحمد لله، وهلأ عم نشتغل على عمارات كبيرة اللي انتو هلأ شايفينها. وهذا هو البزنس تبعي، وأنا بكون كمان مرة بحكي لكم إياها أجين، اسمي جلال أبو مويس، أنا واحد من أصغر المستثمرين في مدينة ميامي، وإحنا شوي قاعد بدي أصير مطور في مدينة ميامي. والحمد لله شركتي بتنافس كثالث أكبر شركة بالإشي اللي إحنا متخصصين فيه بالعقارات هنا في ميامي. وهاي هي قصة حياتي كلها بأكتر طريقة مختصرة ممكن كنت أعطيك إياها، وإن شاء الله تكون استفدتوا. أنا يعني آخر إشي أحكي لكم إياه من قصتي، شو تأخذوا مني؟ ما تلعب دور الضحية، قوي شخصيتك، تهتم بأهدافك، اعرف شو أهدافك، اكتبهم الصبح، اكتبهم بالليل، حمس حالك من حالك، ما تستنى حدا يجي يقول لك بتقدر وبتسوي وانت قدها، انت من حالك لازم تكون تقدر تنشط حالك، تقوي حالك لتوصل لهالإشي. ما تستنى صاحبك ولا امك ولا ابوك يجي يقول لك انت بتقدر وانت قدها، ما في منه.
إذا أنت مستني حدا يجي يحكي لك عشان أنت تبلش وينشطك، معناته أنت مش جدها، معناته أنت لساتك يعني في شغل بدك تشتغل عليه بدماغك لتدخل مثلاً إذا تبلش بيزنس ولا شغل جديد، إنه فرصة جديدة أو تعمل إشي لحالك، وبالأخص في شغل المبيعات صح؟ في كتير ناس يعني أي شغل بدك تشتغلها بدك تكون مزبط دماغك، ما تلعب دور الضحية، قوي شخصيتك، اكتب أهدافك قد ما بتقدر أقل ما فيها مرتين باليوم، وما تستنى حدا يجي يقول لك اعمل لتعمل، انت لازم تكون هيك مولع من جوا، مشعلل من جوا. وانا حنهي القصه بهاي، انا لما اجيت على امريكا هسه بدي احكي لك شغله، مش كل حدا بالعالم عنده فرصتي، ومش كل عربي اجي على امريكا عنده فرصتي او قدر يعمل اللي انا عملته، بس انا اجيت هون بحلم، اجيت مخي يعني مسكر على هالشغله اللي بدي اوصلها، ما اجيت اتصرمحت طلعت أشرب وبنات وهون في ميامي أعيش جو ميامي، هذا مش جو ميامي، جو الأمريكي هذا اللي كتير عرب بتيجي هون بتعيشه وبتنسى الهدف اللي اجت على أمريكا عشانه. أنا اجيت مركز وظليت مركز وبعدت عن الحرام وبعدت عن شغلات كتير لأوصل للي بدي إياه، وأنا حاليا ما بعتبر حالي وصلت للي بدي إياه، لسه ضايل كتير، وأنا هالقد يعني مقارنة بالإشي اللي إن شاء الله بعد إرادة الله هذا الإشي اللي أنا رح أوصل له. وهي هي قصة حياتي، وهي هي الأشياء اللي بتمنى إنكم تأخذوها من قصتي، وأكيد في فيديوهات تانية رح أحكيها أكتر، وإن شاء الله الفيديوهات التانية الجاية تحمسكم أكتر. واكتب لي كل التعليقات اللي عندكم إياها هون على صفحة عمون، حطوا لي كل تعليقاتكم وإن شاء الله رح أجاوب قد ما بقدر. وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، مش سبسكرايب، تعملوا لي فولو على الإنستغرام على The King of Miami Real Estate. وهي هي قصة حياتي، وأي أسئلة اعملوا لي تاج كويشن whatever وانا برد على اسئلتكم كلها. ويسعد ربكم، وهيك اخلص الفيديو. Let's do this.